الأسعار السنة دي مناسبة وفي منها مش مناسب. يعني هو لاحظنا حاجة جديدة السنة دي، إن مثلا كل ما باجي أنزل أشتري بضاعة أكرر منها تاني ألاقي السعر بيزيد، ده نتيجة إن القوة الشرائية زادت عليها، فالطلب زاد، حد الطلب طبعا لما بيزيد الأسعار بترفع يعني، وده العادي اللي بيحصل دايما يعني. إيه أخبار الإقبال للناس السنة دي؟ يمكن شوية كورونا ممكن يكون أثر شوية على عملية البيع والشراء؟ هو في الفترة اللي هي قبل الحظر طبعا فترة عادية جدا وفي اقبال شديد جدا عليها، ليه من بعد الحظر طبعا مفيش اقبال خالص، يعني شبه ان الاماكن كلها والمحلات كلها وجميع النشاطات واقفة خالص يعني. نسبة الاقبال ايه بالنسبة للناس؟ متوسطة لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي متوسطة يعني، دايما الاقبال اشده بيبقى ليلة رمضان بأول يومين ثلاثة. اشتريت يميش السنة دي؟ اشتريت. اشتريت ايه؟ بندق في البلد وعين جمل وكاجو، بس طبعا العدد قليل يعني مش كتير. ليه؟ انت عارف الحاله دلوقتي الاقتصاديه وكلنا قاعدين في البيوت وكده، فالعمليه مش محدش شغال يعني. اشتريت هو بلح وقمر الدين ويميش، الحاجات بتاعت رمضان، بس مش ليا انا عامه يعني، انا عامه مسيحي بس بجيب لصديق ليا يعز عليا اكتر من اخويا يعني، فكل سنه متعود ان انا لازم اعمل الحاجه دي عاده. بس ايه اخبار الاسعار السنه دي؟ لا الاسعار كويسه جدا، بس القبول مش قوي. والله جبت بندق وعين جمل وجبت قمر الدين ولسه بكمل. ايه اخبار الاسعار؟ والله الاسعار كويسه السنه دي يعني، ما تختلفش كتير عن السنه اللي فاتت، بس كويسه مش وحشه، ممكن تكون قلت شويه كمان. اشتريت يميش السنه دي؟ لسه والله بنجيب، لسه نازلين نتفرج ونشوف الدنيا فيها ايه وكده. ايه اخبار الاسعار من الفرجه اللي انت اتفرجتيها؟ والله عادي زي كل سنة، عادي ما فيش اختلاف يعني كتير.